نحن نشاهد هذه الضغوطات مستمرة، والعقوبات الأمريكية مفروضة على عدة الجهات الأوروبية والشركات الأوروبية والدول الأوروبية. وحتى يمكن أن أقول برأيي الشخصي، مسألة نورد ستريم 2 أصبحت أوسع من فقط البرنامج الاقتصادي ما بين روسيا وألمانيا. يمكن أن أقول أن نورد ستريم 2 هو نوع من الامتحان مفروض على ألمانيا. لماذا؟ لأن ألمانيا تقف أمام خيارين. الخيار الأول هي تخضع تماما للقرار الأمريكي، للضغوطات الأمريكية، وتفقد سيادتها بشكل كامل. الخيار الثاني هو تمسك الألماني بمصالحها الاقتصادية، مصالحها الوطنية، وإدخال هذا البرنامج حيز التنفيذ. لماذا أقول عن الامتحان؟ يعني بعد عام 2014، بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى الرادة الروسية، أوروبا كل أكثرية أو كل دول الاتحاد الأوروبي قد فرضت عقوبات قاسية جدا على روسيا. نعم، هذه العقوبات قد أدت إلى خسائر كبيرة، خسائر اقتصادية كبيرة جدا بالنسبة لروسيا، ولكن أيضا هذه العقوبات قد انعكست سلبيا على الاقتصاد الأوروبي. وأنا أود أن أذكر أن كان هناك مظاهرات حشدة وضخمة في أوروبا، خاصة بين رجال الأعمال الذين خسروا عشرات مليارات يورو نتيجة هذه العقوبات، بسبب أن جسور التعاون الاقتصادي كانت ما بين أوروبا وروسيا كانت واسعة جدا وعميقة جدا. فلذلك يعني وفي عام 2014 أوروبا تضامنت مع الولايات المتحدة الأمريكية وتصرفت لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الأمر يتكرر، ولكن نحن نتحدث الآن عن ألمانيا. هل ألمانيا هي ذات السيادة أم هي ستخضع للقرار الأمريكي؟